Jetzt angefangen? Ja. Bismillah. Assalamu alaikum, متتبعين قناة Leben TV. احنا كنتواجدوا الان في مدينة ليفركوزن اللي قريبة لمدينة دوسلدورف ومدينة كولن. احنا الان في مسجد وجمعية النور، ازو مسجد النور وجمعية مغاربة ليفركوزن. معنا المسؤول سي محمد. سي محمد، يمكن لك تعرف لنا شكون هي جمعية مغاربة ليفركوزن ومسجد النور؟ كل فرح. اولا السلام عليكم ومرحبا بكم في الجمعيه ديالكم. شكرا اخوان المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. جمعيه مركز المغاربه ليفركوزن يعني تاسست سنه 1993. في الاول كان الاسم ديالها جمعيه الاباء والشباب المغربي، ومع الوقت لما دخلنا احنا المكتب ابتداء من سنة 2016 تغير الاسم بحيث كثروا مختلف الجنسيات عندنا هنايا، فالجمعية ولا اسم ديال مركز المغاربة ليفركوزن مسجد النور، لأن معظم ديال الإخوان المنخرطين هنايا من الدول ديال المغاربة. دول المغاربة أنا عندنا إخوان هنا من تونس، من الجزائر، من مصر وغير ذلك. فالجمعية ديالنا وصلت ما شاء الله تقريبا الى بين 160 و170 عائله ما شاء الله منخرطه، والجنسيات قربنا 18 جنسيه. فربي وفقنا باش نوحدوا بين هاد الجمعيات هادو بعد النوع ديال الاجناس رغم مختلف الثقافات واللغات وغير ذلك، فاصبحنا بمثابه عائله واحده. ولله الحمد ربي وفقنا في الاتجاه هذا. الجمعيه ديال مركز المغاربه ليفركوزن حنا كنتواجدوا حاليا في المدرسه، كنتوفروا على قاعتين، قاعه كنتخذها للصلاه وقاعه للانشطه. ورغم مع الاسف نظرا لضيق المكان كنا مضطرين كرينا اقسام في مدارس اخرى، في المدرسه اللي قريبه من هنايا باش نقراو فيها اولادنا ونعلمهم الدين الاسلام واللغه الاصليه وغير ذلك. والحمد لله دابا وفقنا ربي عاود شينا قطعه ارضيه، وكنفكروا ان شاء الله غادي نبداو مشروع مركز ثقافي اسلامي بهذه المدينه السعيده ان شاء الله. السؤال الثاني سي محمد هو شنو البرنامج ديالكم في هذا رمضان ان شاء الله المقبل، ان شاء الله الكريم، وشنو كتنتظروا من المتتبعين اللي غيشوفوا هذا الفيديو على قناه Leben TV؟ وشنو المساعدات اللي كتنتظروا عندكم؟ شنو البرنامج ديالكم بعجاله؟ البرنامج ديالنا حنايا مع الاخوان في المكتب اتفقنا ان شاء الله غادي يكون عندنا نقل مباشر ان شاء الله بالنسبه لمده رمضان، شهر رمضان كله. وهذا النقل المباشر في نوع من الدروس الدينيه، وفي نفس الوقت كنجمعوا التبرعات لايف يعني على الصعيد العالمي كله، لان سبقنا عملنا التجربه هذه والحمد لله حصلنا على تبرعات ما فيها الخير والبركه، ولكن داكشي ما يكفيناش. فاحنا كننتظروا من هذا الشهر المبارك ان شاء الله غادي نوصلوا لواحد المقدار باش نكملوا البني ديالنا ان شاء الله ونحقوا. غادي يكونوا دروس دينيه مختلفه كما قلت، غيكون لايف ان شاء الله، ونحاولوا نوصلوا لهاد النتائج ان شاء الله اللي كننتظروها ان شاء الله. وكما كتعرف سي محمد القناه Leben TV عندها اهداف، عندها علاقه بالاندماج لانتيغراسيون. شنو كيمثل هذا المسجد ولا هذه الجمعيه بالنسبه للشباب الصاعد؟ شنو يمكن لهم يستافدوا من هذه الجمعيه وهذا المسجد؟ شنو غتقدم لهم انشطه الشباب اللي طالع دابا والشباب المنطقه؟ تماما اخ نبيل، هذا السؤال في محله. يعني هذا هو الهدف الحقيقي اولا. انا بعدا كيهمني الشباب، سواء اولاد ولا بنات الشباب والنساء، لان هادو مع الاسف في مختلف الجمعيات ما تعطاتلهمش يعني الفرص اللي خصها يحقوها. فلهذا حنايا كان المجهود ديالنا كامل باش الشباب ديالنا ان شاء الله تكون عندهم فرص، وكنجيبوا معايا يجلسوا معنا رغم انهم ما يكونوش في المكتب، واخا ما يكونوش من اعضاء المكتب. اي لقاء كيشاركوا معنا، اي لقاء كيشاركوا معنا باش كنحبوا لهم العمل الجمعوي ان شاء الله، لان وكنجلسوا معاهم ونرشدوهم، لان هما المستقبل ديالنا هنا. لان الانسان خصوصا الاخوه ديالنا في الجمعيه، انا دائما كنأكد عليه وركز عليهم، كنقول لهم اولاد الاولاد الاولاد. الانسان كيخص يعمل المجهود ديالو كامل باش يضحي، لان اذا ولدنا نجحوا وعطاو نتيجه في المستقبل راه نجحنا كامل. هذه هي بالنسبه لي النقطه الاولى في الاندماج. اما فيما يخص احنا مشاركنا الحمد لله مع مختلف مؤسسات والجمعيات، ف 70 80% المانيا كلها. احنا مشاركين مع جمعيات اللي هي مثلا يهوديه مسيحيه، كانت الامن ديال ليفركوزن،
يعني الجمعيه ديال الاندماج وغير ذلك. يعني ما كاينش شي جمعيه اللي غادي في نفس الطريق اللي ديالنا حنا مشاكل. يعني حنا متفتحين على الجمعيه ديال العام. الحمد لله. وكما القاعده كتكون ديما اخر حاجه كنقول لكم، شنو رايكم في فكره ولا في مشروع امليه من تي في؟ كي جاتكم هذه الفكره؟ انا نهار الاول اللي سمعت هذه الفكره هذه نهار اللي جلسنا اول مره عجبني عجبني الحال. لان الحمد لله، لان خصنا دائما نفكروا بوزيتيف. اما نفكروا دائما حنا دائما الوراء وهذيك المسائل اللي هي نيجاتيف، انا شخصيا ما عنديش معها. يعني الانسان يفكر بوزيتيف ويشوف الى الامام، والانسان يتعلم من الغلطه ديالو. اي واحد فينا خصو يتعلم من الخطا ديالو. واهم حاجه ما نضيعوش الوقت. ما نضيعوش الوقت، لان الحمد لله الاطر كاينه. الشباب خصنا نشجعوهم، ولاد ولا بنات نشجعوهم ان شاء الله، لان هما غادي يكونوا الشرف ديالنا، هما اللي غادي يتحملوا المسؤوليه ديالنا في المستقبل ان شاء الله. شكرا. وخصوصا في مجال سواء ثقافي او سياسي، كل ما هي حاله حنا كنشجعوهم دائما باش تكون الاصوات ديالنا من داخل المؤسسات ومن داخل ديال الاحزاب السياسيه، وماشي غير من برا وصافي. ما دام الانسان كيدوز حياته كلها والاولاد خلقونا وتربى هنا، فلهذا كيخصنا نوقفوا معهم ونساعدهم ان شاء الله باش يعطيونا واحد النتيجه مزيانه في المستقبل. شكرا. كلمه الاخيره نعطيها للمتتبعين. كما كتعرفوا المتتبع هذا المسجد وهذه الجمعيه عندها برامج زوينه وعندها اهداف ساميه، وتبارك الله المسجد اللي غيتربوا فيه ابناء الاجيال القادمه وغيتعلموا فيه اللغات وغيديروا فيه الرياضه وكل شيء. كنطلب منكم كالمدير قناه ام ليم تي في انكم دعموا هذا المسجد بالتبرعات، وانكم تساهموا وتساعدوا وتتصلوا به وتبارطاجيو هذا الفيديو، حيت فريمون خصنا نديرو يد في يد، ماشي لابد مغاربه كمسلمين، ونساعدوا بعضياتنا، حيت كنحاولوا نقدموا لكم واحد الحاجه ايجابيه اللي كتنفعنا الاخلاق، السلوك، الدين والالتحام كجاليه مغربيه عربيه مسلمه. وكنتمناو الجمعيه والمسجد المجيد من النجاح ان شاء الله والتوفيق. وكنشكركم وتحيه من ليفركوزن. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الله يعافيك. بارك الله فيك. شوف هذا الشطب كيما